السلام عليكم، من سنة أولى معاكم زياد كوران عبد الناصر في رابعة. هنتكلم عن صورة اكس راي. صور تلات اربع صور اكس راي كده، وديجرام واحد معانا في الداتا دي. احنا عندنا الهارت اللي هو تلاتة سيرفس. سيرفس اول السيرفس الاولاني اللي هو الاسترنو كوستال سيرفس، وده بيكون ريليتد للريبس وليه الاسترنوم. وبعد كده في عندنا الدايفراجماتيك سيرفس او الانفيرير سيرفس، وده بيكون ريليتد للدايفرام. وبعد كده في عندنا البوستيرير سيرفس او الايه او البيز بتاع الهارت. هو هنا الدايجرام ده بيوضح لنا ايه الاكسترنال فيتشرز بتاعه الاسترنو كوستال سيرفس بس، تمام. طيب واحنا زي ما احنا عارفين كده ان الهارت ده بيتكون من ايه، من اربع حجرات. اول حجره اللي هو اتنين رايت سايد وليفت سايد. الرايت سايد بيتكون من اتريوم وفنتريكل، والليفت سايد بيتكون من اتريوم وفنتريكل. تلتين الاسترنو كوستال سيرفيس بيكون عباره عن رايت سايد. ليه الرايت سايد بيظهر اكتر على الاسترنو كوستال سيرفيس؟ يعني الهارت لما تيجي تبص كده على الاسترنو كوستال سيرفيس تحس ان هو معوج شويه. ليه بقى؟ لان الرايت سايد بيشغل حيز تلتين من الاسترنو كوستال سيرفيس، لكن الليفت سايد بيبقى تلت بس. طب بقيه الليفت سايد فين؟ بقيه الليفت سايد بيظهر اكتر ورا، تمام. يعني ماشي تمام كده. طيب ايه الحدود بتاعتنا من الرايت بالليفت؟ يعني انا بعرف ازاي الرايت من الليفت. اول حاجه بنحدد الرايت من الليفت بالايه، بالانتر فنتريكولار سيبتوم. طيب الانتر فنتريكولار سيبتوم ده كده بيقسم ما بين الاثنين فنتريكل، تمام، ما بين الرايت فنتريكل والليفت فنتريكل. وساعتها هنعرف ان الجزء ده كله الرايت، تمام، والحته دي بس كده ايه الليفت، تمام كده. كده ده الهارت بتاعنا. طيب ما بين كل اتريوم وفنتريكل في برضو فاصل، في فاصل بيبقى جروف. الجروف ده اسمه اتريو فنتريكولار سيبتوم او اتريو فنتريكولار جروف. الاتريو فنتريكولار جروف ده موجود منه يمين وموجود منه شمال، علشان يفصل الاتريوم اليمين عن الفنتريكل اليمين، والاتريوم الشمال عن الفنتريكل الشمال. طب فين الجروف ده؟ اللي هو ده كده، ده كده اسمه ايه، الليفت اتريو فنتريكولار جروف. طب وكده ده كده ايه، الرايت اتريو فنتريكولار جروف، تمام. يبقى ده الانتر فنتريكولار سيبتوم، وده الليفت اتريو فنتريكولار جروف، وده الايه الرايت اتريو فنتريكولار جروف. طيب انا عرفت ازاي اصلا ليه قلت على ده ليفت وليه قلت على ده رايت؟ دايما اي صوره اكس راي او صوره دايجرام هتعتبرها كان الشخص واقف قدامك، فهتعتبر انها عكس ايدك. يعني مثلا الايد اليمين هتبقى ايه، هتبقى قصادها الناحيه الشمال، والايد الشمال هتبقى قصادها الناحيه اليمين، تمام كده. فلو جينا نحدد العلامات بتاعه الايه بتاعه الدايجرام ده، اول حاجه لو شاور لك هنا كده يبقى ده الليفت فنتريكل. طيب لو شاور لك هنا كده يبقى ده الرايت فنتريكل. طيب لو شاور هنا كده ده الليفت اتريوم. بس الليفت اتريوم معظمه بيكون البيس بتاع الهارت، فمعظمه بيظهر ورا، لكن اللي بيظهر قدام عندنا الاوراكل بتاعه الليفت اتريوم، تمام. فدي كده لما بيشاور عليها تقول الاوراكل بتاعه الليفت اتريوم. طيب بعد كده ده ايه، ده الرايت اتريوم، تمام. طيب اخر حته من الليفت فنتريكل بتبقى يعني اخر حته من الليفت فنتريكل دي بتبقى مدببه شويه كده، بيبقى اسمها الايبكس، تمام كده. طيب الاتريو فنتريكولار جروف هو هتقول بيبقى ماشي فيه ستراكشرز هنقولها بعد شويه. هنقول العلامات بتاعه الدايجرام ده واحنا بنفتكر مع بعض الايه الكاردياك سايكل. فاول حاجه خالص ان الدم النون اكسجينيتد بيوصل من الجسم كله عن طريق اتنين فين كبار، تمام، ويروح يصب في مين، ويروح يصب في الرايت اتريم، تمام. طيب دايما الرايت سايد بتاع الهارت فيه نون اكسجينيتد بلاد، والليفت سايد بتاع الهارت فيه اكسجينيتد بلاد، ودايما الاتنين فنتريكلز بيصبوا في ارتريز، والاتنين اتريم بياخدوا من فينز، تمام كده. دي القاعده. فالجسم كله بيبعت النون اكسجينيتد بلاد عن طريق اتنين فين كبار. النص اللي فوق من الجسم بيبعت عن طريق السوبيريو فينا كيفا، والنص اللي تحت من الجسم بيبعت عن طريق الانفيرو فينا كيفا. فلو علم لك هنا كده يبقى ده ايه، ده الانفيرو فينا كيفا. طيب ولو علم هنا مين، السوبيريو فينا كيفا. طيب الدم النون اكسجينيتد ده هيوصل من الرايت اتريوم وينزل على مين، وينزل على الليفت الرايت فنتريكل. بعد كده الرايت فنتريكل عايز يبعت الدم النون اكسجينيتد ده لللنج، علشان اللنج تعمل له اكسجينيشن، فبيبعت الدم النون اكسجينيتد ده عن طريق مين، عن طريق الازرق ده اللي هو البلمونري ترانك. طيب ازرق ده يعني معناه نون اكسجينيتد، تمام. طيب فالبلمونري ترانك ده هيتقسم، يعني البلمونري ارتري او هو الارتري الوحيد اللي في جسم الانسان يعني بيكون فيه نون اكسجينيت بلاد. ده باختلاف بقى حته الفيتس وكده، لا احنا بنتكلم عن الانسان الطبيعي، مش واحده حامل او كده، تمام.
فاحنا ايه البلمونري ترانك ده بيكون فيه نون اوكسجينيتد بلاد، تمام. وبعد كده بيتفرع ليه فرعين، فرع ليفت وفرع رايت. الفرع الليفت ده بيروح للليفت لانج وبيبقى اسمه ليفت بلمونري ارتري. يبقى ده كده مين؟ يبقى ده كده الليفت بلمونري ارتري. طيب والفرع اليمين ده بيبقى اسمه ايه؟ رايت بلمونري ارتري، وبيكون رايح للرايت لانج، تمام. طيب هو داخل من تحت القرش بتاع الاورطه، فتلاقي ايه بيظهر كده من الناحيه التانية، ماشي. بعد كده اللنج هتعمل اكسجينيشن للبلاد ده وتروح تبعته تاني للهارت. وبعد ما عملت له اكسجينيشن بتبعته للهارت عن طريق 4 بالموناري فينز. ال4 بالموناري فينز دول بيصبوا في مين؟ في الليفت اتريوم، تمام. فال4 بالموناري فينز هي الفينز الوحيده برضو اللي بتبقى اكسجينيتد بلاد، على عكس اي فين تاني بيبقى نون اكسجينيتد بلاد. لكن البالموناري فينز دي بتبقى اكسجينيتد بلاد، بيبقى فيه 2 ليفت و2 رايت. طيب فدول كده اسمهم ايه؟ الليفت بالموناري فينز. طيب وهنا دول الرايت بالموناري فينز. طب هما ازاي اصلا رايت وهم ناحيه الرايت اتريوم؟ علشان الرايت اتريوم ده علشان دول كده داخلين في حاجه من ورا، يعني هما مش داخلين في الرايت اتريوم ذات نفسه، ولكن هما بيبقوا داخلين في حاجه كده من ورا، تمام. يعني بيبقوا داخلين في الليفت اتريوم من ورا، يعني هما معديين لورا مش داخلين في الرايت اتريوم، لان الليفت اتريوم زي ما قلنا بيكون معظم ايه؟ بيكون معظم البيز بتاع الهارت، تمام كده. طيب بعد كده بقى ايه النون اكسجينيتد بلاد اللي وصل من البلمونري فينز دول، اللي راح الليفت اتريوم هيضخهم لمين؟ هيضخهم او هينزلهم لي الليفت فينتريكل. بعد كده الليفت فينتريكل هيضخ بقى الدم الاكسجينيتد ده للاورطه، علشان الاورطه يوزعه على بقيه اجزاء الجسم كله. بصوا بقى الاورطه المفروض ان هو يخرج من الليفت فينتريكل، تمام. طيب بس الاورطه بيعدي من تحت البلمونري ترانك في اول حته فيه مش بتظهر، فيهيئ ليك ان انت الاثنين طالعين من الرايت فينتريكل، ولكن في الحقيقه الاورطه ده بيبقى طالع من الليفت فينتريكل بس معدي من تحت الايه البلمونري ترانك. اول جزء خالص في الاورطه ده بيكون اسمه الاسندنج اورطه، تمام. طيب بعد كده الاسندنج اورطه بيعمل ايه؟ بيعمل الارش بتاع الاورطه، وبعد كده القرش ده بيكمل على ورا بايه؟ بيكمل على ورا بالديسندنج اورطه. طيب القرش بتاع الاورطه ده بيدي تلات برانشات كبار. برانش كبير ناحيه اليمين اسمه البريكيوسيفاليك ترانك، تمام. البريكيوسيفاليك ترانك ده يتقسم ليه رايت كومن كاروتيد ورايت سب كليفين. رايت كومن كاروتيد يروح يدي الهيد والنك، والايه والرايت سب كليفين يروح يدي رايت ابر ليمب. طيب بعد كده ايه؟ وبعد كده فرعين تانيين صغيرين نسبيا فين؟ في الشمال. الفرعين دول اسمهم ايه؟ اليمين الميديال، قصدي الميديال اسمه الليفت كومن كاروتيد، واللاترال اسمه الليفت سب كليفيان، تمام. يعني اللي في النص ده، اللي في النص ما بين الثلاثه ده اسمه الليفت كومن كاروتيد، واللي في على الحرف ده اسمه الليفت سب كليفيان. طب واللي ناحيه اليمين اسمه البريكيوسفاليك ترانك، تمام. طيب بعد كده بيقول لك في حاجه في الامبريو، ان الامبريو اصلا بيبقى الاورطه فاتح على البلمونري ترانك، بيبقى فاتح بواسطه اسمها الدكتس ارتريوزس. الدكتس ارتريوزس دي بتقفل بعد الايه؟ بعد الولاده بحاجه بسيطه كده، فبتعمل فايبر تيشو اسمه ايه؟ اسمه ليجامنتوم ارتريوزم. يبقى الفايبر تيشو اللي واصل ما بين البلمونري ترانك والاورطه ده اسمه ايه؟ ليجامنتوم ارتريوزم، تمام. ويبقى كده احنا خلصنا، فاضل لنا بس ايه؟ البلود سبلاي بتاع الهارت. البلاد سبلاي بتاع الهارت بيجي عن طريق الرايت كروناري والليفت كروناري. الرايت كروناري والليفت كروناري هما الاثنين بيمشوا في الاتريو فينتريكولار، في الاتريو فينتريكولار جروف، تمام. يعني الرايت كروناري يمشي في الرايت اتريو فينتريكولار جروف، والليفت كروناري بيمشي في الليفت اتريو فينتريكولار جروف، تمام. طيب الليفت كروناري ده بيتقسم قدام، لكن الرايت كروناري ده بيرجع على ورا ويتقسم ورا، تمام. يبقى الرايت الليفت كروناري ده انا هشوف انقسامه قدام عندنا عند على الاسترنال كوستال سيرفيس. فالرايت الليفت كروناري زي ما اتفقنا ان هو بيبقى ماشي في الليفت اتريو فينتريكولار جروف، ما بيلحقش يمشي فيه الا وينقسم. ينقسم لفرعين كبار، اول فرع اسمه السيركمفليكس ارتري، وتاني فرع اسمه الاتريو الانتيرير انترفنتريكولار ارتري، تمام. طيب السيركمفليكس ارتري ده هيكمل مكان الرايت كروناري ويكمل في مين؟ في الرايت اتريو هيكمل مكان الليفت كروناري، معلش الليفت كروناري بيتقسم ليه سيركمفليكس وايه وانتيرير انترفنتريكولار ارتري، تمام. السيركمفليكس ده هيكمل مكان الليفت كروناري في الليفت اتريو فينتريكولار جروف، تمام. طيب والانتيرو انتر فينتريكولار ارتري، الانتيرو انتر فينتريكولار ارتري هيمشي في الانتر فينتريكولار سيبتوم. هو اسمه انتيرو انتر فينتريكولار ارتري على اسم جروف، ان هو بيبقى ماشي في الانترو في الانتر فينتريكولار سيبتوم، تمام. فهو لو شاور لك هنا في بدايه الليفت اتريو فينتريكولار جروف، يبقى ده الايه الليفت كروناري. بعد كده لو لما ينقسم يبقى ده الايه سيركمفليكس، وبعد كده في النهايه ايه بيبقى هنا الانتيرور انتر فينتريكولار
artery تمام. طيب بعد كده right coronary. right coronary بقى بيمشي في right atrial ventricular groove وبيدنه ماشي وما بينقسمش، بس قبل والمفروض ان هو بيعمل ايه؟ المفروض ان هو بيلف على ورا ويروح ينقسم ورا تمام. طيب بس قبل ما بيلف على ورا في النهايه كده عند المارجن بتاع الهارت بيدينا برانش اسمه marginal artery. المارجنال artery ده طالع منين؟ من right coronary تمام. طيب بعد كده الايه ده، دي كده البلود سبلاي او ده كده الارتريز اللي ظاهره لينا على الاسترنال كوستال سيرفيس. طيب ايه تاني بقى وناقص لنا؟ ناقص لنا الفينز. الفينز بقى الهارت يعني بيدرين في حوالي 5 فينز. اول حاجه اللي هو الجريت كاردياك فين، وبعد كده الميديوم كاردياك فين، وبعد كده السمول كاردياك فين، وبعد كده في عندنا انتيريور كاردياك فين، وفينز كده صغيره بتفتح في الرايت اتريوم. المهم يعني دلوقتي الجريت كاردياك فين ده بيمشي في الانتيريور انتر فينتريكولار سيبتوم anterior interventricular groove تمام. طيب والليفت كارد او الميديوم كارديك فين، الميديوم كارديك فين بيمشي في البوستيريور interventricular groove تمام. طيب والسمول كارديك فين بيمشي مع المارجنال ارتري تمام. يعني هو لو علمك على interventricular groove ده بيبقى ماشي فيه حاجتين، بيبقى ماشي فيه الانتيريور interventricular artery وبيبقى ماشي معاه الفين اللي هو جريت كارديك فين. طيب لو هو شاور لك على المارجنال ده بيبقى ماشي هو ومين؟ هو والسمول كارديك فين. لو شاور لك على الازرق طبعا هتقول سمول كارديك فين، لو شاور لك على الاحمر هيبقى مارجنال ارتري. لو حسيت انت متلخبط او مش واضح بالظبط هو مشاور على ايه هتقول المارجنال ارتري ومعاه ماشي معاه مين؟ السمول كارديك فين تمام. طيب في بقى الفين اللي هو الميديوم كارديك فين طبعا بيبقى ماشي في البوستيريور انتر فينتريكولار جروف، وعلشان كده احنا مش هنشوفه على الايه على الاسترنال كوستال سيرفيس تمام. طيب بعد كده انتيريور انتر الانتيريور كارديك فين ده فين هو الفين الوحيد اللي بينفرد يعني ان هو بيصب على طول في الرايت اتريوم. يعني بقيه الفينز الجريت كاردياك والميديوم والسمول الثلاثه دول بيروحوا يصبوا في الفينس ساينس تمام، لكن الانتيريور كارديك فين ده بيبقى ماشي على الانتيريور سيرفيس بتاع الرايت فينتريكل تمام، اللي هو بالمنظر ده كده اللي هو ده كده تمام، اللي هو مشاور عليه بالسهم ده تمام. الانتيريور كارديك فين ده بقى اللي هو الازرق تمام، ده بيبقى ماشي على الانتيريور سيرفيس بتاع الرايت فينتريكل وبيروح يصب مباشره في مين؟ في الرايت اتريوم تمام. نراجع بسرعه العلامات. اول حاجه عندنا التشامبرز بتاعه الهارت، في عندنا ده الاوركل بتاعه الليفت اتريوم، وبعد كده ده الليفت فنتريكل وبيعمل الايبكس، وبعد كده في عندنا ده الرايت فنتريكل، وبعد كده عندنا ده الرايت اتريوم تمام. بعد كده بقى ده السوبر فينا كيفا، ده الانفيرور فينا كيفا. بعد كده الدم وصل للليفت فنتريكل هيصب في مين؟ في البلمونري ترانك. البلمونري ترانك اتقسم ليه؟ لليفت بلمونري ارتري ورايت بلمونري ارتري. بعد كده الدم الاكسجينيتد يرجع عن طريق 4 بلمونري فينز، دول الليفت بلمونري فين ودول الرايت بلمونري فين. بعد كده يروحوا ايه للليفت فنتريكل، بعد كده الليفت فنتريكل يصبهم فيه الاورطه، فده كده كده الاسندنج اورطه، وبعد كده ده القرش بتاع الاورطه. القرش بتاع الاورطه يدي 3 برانشات، البريكي سيفاليك ترانك، ويدي مين؟ يدي الليفت كومن كارتد والليفت سب كليفيان تمام. الاورطه بيبقى متصل مع البلمونري بايه؟ بليجامنتوم ارتريوزم تمام كده. طيب بعد كده عندنا الارتريز بتاعه الهارت، اول حاجه ده الليفت كرونري، والليفت كرونري يتقسم لسيركمفليكس ارتري، وبعد كده يمشي هنا كده ايه الانتيو انتر فينتريكولار ارتري، وبيبقى ماشي معاه جريت كاردياك فين. طيب هنا كده ده بيبقى الرايت كرونري، وقبل ما يلف بايه بيدي المارجنال ارتري، المارجنال ارتري بيبقى ماشي مع مين؟ السمول كاردياك فين. طيب بعد كده ده مين؟ ده اللي هو ماشي على الانتيو سيرفيس وبيصب مباشره في الرايت اتريوم، ده الانتيو كاردياك فين. كده احنا خلصنا الدياجرام الوحيد اللي معانا. دلوقتي نبدا في الاكس راي. طيب اي اشعه تاخدوه يعني بتحتاج ان انت تعرف اول حاجه نوع الاشعه دي اكس راي الترا ساوند سي تي، ايه نوع الاشعه. تاني حاجه بتحتاج انك تعرفها الاشعه دي متاخده يعني بصوره ايه بالظبط، مصوره شيست، مصوره ابدومين، مصوره ايه بالظبط، ابر لمب لور لمب كده تمام. طيب تالت حاجه محتاجين تعرفوها الاتجاهات، يعني فين اليمين وفين الشمال تمام. رابع حاجه، وهنا هنعتمد بقى طبعا بما ان ده نورمال اكس راي، فهنا هنعتمد معاكم في الاشعه ان هو ايه، ان النورمال هو ناحيه الايبكس، ان ناحيه الايبكس تمام، ناحيه الايبكس ده الايه الشمال تمام. طيب بعد كده بقى ايه بما انها نورمال اكس راي، لكن لو هي طبعا مش نورمال اكس راي ممكن تكون ديكستر كارديا، ممكن تكون اي حاجه، وكمان زي ما اتفقنا برضو ان احنا بنعتبرها على حسب ان شخص قدامك، فبنعتبر انها عكس ايديك، او ان احنا مثلا بنعتبر برضو ايه ان احنا ساعات بيبقى حاطط علامه في الاكس راي تمام، بيقول لك ده ليفت ده رايت كده. طيب تالت حاجه المفروض ان احنا بنعرفها في الاكس راي بالذات اللي هو حاجه اسمها الفيو. يعني ايه الفيو؟ يعني البيم او الاشعه بتاعه الاكس راي، يعني الاشعه
داخله من قدام لورا ولا من ورا لقدام؟ تمام، يعني الشخص دلوقتي الاشعه اخترقت الشخص ده من قدام لورا ولا من ورا لقدام؟ طيب من قدام لورا دي اسمها انترو بوستيرور، تمام. طب من ورا لقدام ده اسمها ايه؟ بوسترو انتيرور. طيب هو انتم مش مطلوب منكم تفرقوا ما بين الانترو بوستيرور والبوسترو انتيرور؟ تمام، بس الانترو بوستيرور يعني بيكون فيه الهارت كبير، بيكون فيه الريبس الاماميه هي اللي باينه اكتر، تمام. لكن البوسترو انتيرور دي غالبا هي ده، هو الفيو ده هو اللي بنستخدمه في تصوير الشيست، يعني البوسترو انتيرور ده هو الفيو الامثل ان انت تصور اللنج والهارت، تمام. هو ده اللي بيستخدم. هو طبعا هنا كتب لك في الداتا ان الفيو ده انترو بوستيرور، طبعا يعني لما تكبروا شويه هتعرفوا الفرق ما بين الانترو بوستيرور والبوسترو انتيرور. فانا الصراحه يعني شايفه على حسب الفروقات اللي احنا خدناها ان ده بوسترو انتيرور، تمام. فالمفروض ان الفيو ده بوسترو انتيرور، وانتوا يعني لو انها مطلوبه منكم ممكن تسالوا عليها، تمام. فطبعا هو مش مهم قوي يعني بالنسبه لكم، يعني المفروض انها مش مهمه، بس لو ان هي مهمه ممكن انتوا تتاكدوا من دكتور مثلا او حاجه، تمام. طيب تالت، في فيو تالت بقى اللي هو lateral view، ان الاشعه اخترقته من الجنب، تمام. يبقى الاشعه ممكن تخترقه من قدام لورا ومن ورا لقدام ومن ايه، من الجنب. دي كده مقدمه. طبعا الاكس راي اللي عندنا دي نطبق عليها الاربع حاجات اللي قلناها. اول حاجه ده شيست اكس راي، تمام. شيست اكس راي يعني ايه؟ يعني احنا نوع الاشعه اكس راي وصورنا انهي منطقه؟ الشيست. الشيست دي بقى بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها ثلاث حاجات، او هنعتبره مثلا ايه، اربع حاجات. الشيست ده بيبقى عبارة، هنقسمه اربع مناطق. اول حاجة بيبقى عبارة عن الاير ويز، والاير ويز موصلة على مين؟ موصلة على اللنج، تمام. طيب بعد الاير ويز بيكون عندنا مين؟ بيكون عندنا في النص ده اللي هو الميديا، اللي هو الميديستاين في النص ده بيكون عبارة عن ايه؟ بيكون عبارة عن الهارت، تمام. طيب بعد كده بيكون عندنا الدايفرام وتحته الاستومك، تمام. بعد كده بقى في الريبس وفي البونز والحاجات دي، كل ده، كل الاربعه دول بيبقى ليهم علامات، تمام. طيب الفيو احنا قلنا الاكس راي وقلنا انها شيست، وقلنا ايه تاني؟ وقلنا ان احنا نعتبر ان ده ليفت وده رايت، خلاص. وقلنا ان الفيو انتو بستيرو بستيرو انتيرو بقى مش هتفرق معاكم دلوقتي. طيب نبدا اول حاجه بالاير واي واللنج. طيب الاير واي واللنج ايه العلامات المطلوبه مننا؟ شايفين الفقرات دي؟ الفقرات، تمام. الفقرات دي هتحس ان فيها حاجات ضلمه كده، هنتفق ان اي حاجه فيها هوا في الاكس راي بتبقى سمراء قوي، تمام، او بتبقى سمراء. اي حاجه فيها هوا بتبقى سمراء، تمام. فتحس ان في هوا كده داخل في قلب الفقرات، الهوا ده اللي هو ايه؟ التراكيه، تمام. التراكيه بقى بتروح جايه جايه عند مستوى معين كده، وتروح جايه مقسومه لجزئين. وهنا الاكس راي دي طبعا موضح لكم برسومات وكده، تمام، او محدد الاجزاء فسهل شويه، تمام. فدلوقتي ايه؟ تراكيه. لكن بعد كده هتحسوا ان هو ايه، ان انتوا محتاجين ان انتوا تتخيلوا شويه برضو، تمام. فدي تراكيه، والتراكيه دي بتتقسم بتتقسم لايه؟ لاتنين مين برونكس، ليفت مين برونكس بتروح للليفت لانج، ماشي، ورايت مين برونكس بتروح للرايت لانج. عشان كده العلامه دي لو شاور لك هنا كده، الاشاره كده كده بيقول لك دي اللي ايه، دي الليفت مين برونكس، اللي هو مشاور على مين؟ مشاور على دي، تمام. دي الليفت مين برونكس. طب ودي ايه؟ دي التراكيه. طيب بعد كده دخلت اللنج. اللنج دي بقى احنا عندنا ان اللنج اليمين بتتقسم باتنين فيشر، بتتقسم لثلاثة لوبس، تمام. لكن اللنج الشمال بتتقسم بفيشر واحد لاتنين لوب، تمام. فالليفت والرايت هما الاتنين فيهم الاوبليك لوب ده، الاوبليك فيشر، تمام. الليفت والرايت هما الاثنين فيهم الاوبليك فيشر، تمام. لكن الرايت فيها فيشر زياده اللي هو الهوريزونتال فيشر، تمام. يبقى ده عندنا كده ايه؟ ده كده الاوبليك فيشر، وده برضو الاوبليك فيشر، تمام. طب لو ده كده هتلاقوا مستواه ترانزفيرز شويه، فده اسمه ايه؟ ترانزفيرز فيشر، تمام. ده كده ايه اللي مطلوب مننا يعني ان احنا نشوفه في اللنج. طيب حاجه تانية برضو المفروض ان احنا علامه تانية يعني عندنا اللي هو ايه؟ اللنج كده ماشي، المفروض ان ده الدايفرام، تمام. ودي اللنج نهايتها اهي، في زاويه بتبقى معموله ما بين الريب وما بين الايه، ما بين الدايفرام، ماشي. الزاويه دي طبعا تعتبر جزء من اللنج. الزاويه دي اسمها ايه؟ ليفت كوستوفرينيك انجل، زاويه اسمها انجل، تمام. كوستوفرينيك يعني الزاويه اللي ما بين الريب وما بين الايه، الفرينيك ده اللي هو الدايفرام، فاسمها ليفت كوستوفرينيك انجل. طب وهنا رايت كوستوفرينيك انجل، تمام. طيب ده كده الايه.
دي كده العلامات اللي ليها علاقة بالاير واي واللنج. تعالوا بقى اما نتكلم عن العلامات اللي ليها علاقة بالهارت. طيب العلامات اللي ليها علاقة بالهارت بنقسمه ليفت بوردر ورايت بوردر، بس هو في الاكس راي ما بيبانش في الهارت غير حاجة اسمها ليفت بوردر ورايت بوردر، وهنتفق ان الرايت بوردر ده بيبقى معمول برايت اتريم بس. تمام، يعني لو شاور لك على الرايت بوردر ده كده بيبقى معمول بمين؟ برايت اتريم. طيب والرايت اتريم ده من فوق، لو شاور لك فوق الرايت اتريم يبقى ده الايه؟ السوبر فينا كيفا. طب لو شاور لك تحت الرايت اتريم هنا كده يبقى ده مين؟ يبقى ده الانفيرور فينا كيفا، وهما الاثنين داخلين فين؟ في الرايت اتريم. ده كده الايه؟ ده كده الرايت بوردر. طيب الليفت بوردر بقى، الليفت بوردر هناخده من تحت لفوق. اول حاجه خالص عندنا دي الايبكس. تمام، الايبكس دي بتبقى معموله بمين؟ بالليفت فنتريكل. طيب بعد كده فتلاقي يعني مش في نفس المستوى، عليت شويه كده فتقول ان دي مين؟ الليفت اتريم. تمام، عليت كمان شويه كده هتقول ان ده مين؟ البلمورا ترانك. بعد كده فوقه مين؟ فوقه الايه؟ الاورتيك ارش. تمام، يبقى هو كده بالترتيب تتحفظ كده، اول حاجه ايبكس، وبعد كده الليفت فنتريكل، وبعد كده نعلى شويه هتلاقوا ايه؟ هتلاقوا ليفت اتريم، وبعد كده الليفت مين، بعد كده قصدي البلمورا ترانك، ده كده البلمونري ترانك، وبعد كده الاورتيك ارش. تمام كده احنا حفظنا ايه؟ الليفت بوردر. تمام، يبقى الهارت بتتحفظ ازاي؟ بتتحفظ برايت بوردر وليفت بوردر بس كده. تمام، اتبقى لينا الكومبارتمنت الثالث اللي هو الدايفريم. الدايفريم ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من رايت كوبيلا وليفت كوبيلا. دي كده ايه؟ دي الرايت كوبيلا، ودي كده مين؟ الليفت كوبيلا. تمام، والزاويه دي احنا قلنا اسمها ايه؟ كوستوفرينيك انجل، واحنا في الليفت يبقى ليفت كوستوفرينيك انجل، وهنا رايت كوستوفرينيك انجل. تمام، هو مسميها لك الدايفريم على طول. طيب الرايت كوبيلا بيبقى تحتها مين؟ بيبقى تحتها الليفر. يعني لو شاور لك تحت الرايت كوبيلا هتقول انه ده الليفر. تمام، طيب الليفت كوبيلا، الليفت كوبيلا بيبقى تحتها الاستومك. طيب هو لو شاور لك على الاستومك، هو بالفعل الاستومك بيبقى في الفندس بتاعه الاستومك بيبقى فيه هواء. تمام، ان الفندس دي اللي هي اعلى حته في الاستومك. تمام، اعلى حته في الاستومك دي بيبقى فيها هواء، فبتبان كانها حاجات سودة. احنا قلنا اي هواء بيبقى باين اسود. تمام، فبنسميه ايه؟ الجاستريك اير بابل. الجاستريك اير بابل، تمام، ده بتاع ايه؟ الاستومك. تمام كده. طيب بعد كده كومبارتمنت الرابع بقى اللي هو ايه؟ العظم. طيب العظم هنا مش معلم لك، هو مره يعلم لك على الكلاب، ممكن يعلم لك على الكلافيكل. تمام، ممكن يعلم لك كمان على الفيرست ريب والايه وسكند ريب. طيب بصوا بقى، احنا عايزين نعرف ازاي هنفرق ما بين الريبس الاماميه والريبس اللي ورا. طيب الريبس اللي ورا دي بتبقى ماشيه ترانزفيرز. بصوا انا بحددها كده اهي، هي دي كده الايه؟ الريبس اللي ورا بتبقى ماشيه ترانزفيرز، دي الريبس اللي ورا. طيب الريبس اللي قدام بقى، الريبس اللي قدام بتبقى ظاهرة برضو في نفس الصورة، اه بتبقى ظاهرة في نفس الصورة بس بتبقى ماشية اوبليك. تمام، يعني بصوا ازاي كده، ده الريب الاول، يعني ده الريب التاني تقريبا، ماشي كده بتبقى ماشية واخدة الاتجاه ده كده. شايفين الريب ده مثلا؟ حاولوا انتوا ايه تتخيلوا وتعودوا عينكم على الصورة وبتجيبوها من اللاترال كده عشان ايه؟ عشان تلاحظوها كده. ده كده ايه؟ ده كده ريب. تمام، وده كده ريب. تمام، طيب فدي كده ريبس. طيب هو بقى مش هقول لك هنا في الاكس راي دي على حاجه تانية خالص، على حاجه اسمها المانوبريوم ستيرنوي. طبعا عارفين ان الاسترنوم دي بتبقى اجزاء، اول جزء فيها او الجزء اللي هو بيبقى بيرس كده شويه، اللي هو بنحدد من عنده اصلا السكند ريب، اسمه ايه؟ اسمه المانوبريوم، اسمه المانوبريوم، هتلاقوه بيرس كده عمل كده. تمام، ده كده اسمه ايه؟ المانوبريوم ستيرنوي. نراجع تاني كده بسرعه على البيانات بتاعه البتاع دي، بتاعه الاكس راي دي. اول حاجه احنا قلنا انها شيست اكس راي، وان شيست اكس راي دي يعني بتصور شيست. تمام، وقلنا كمان ان ده هنعتبر ان ده الليفت وده الرايت. قلنا كمان الفيو، الفيو قلنا ان هو مش مهم. طيب دلوقتي يعني، طيب اول حاجه هنبدا بالكومبارتمنت بتاع مين؟ بتاع الاير ويز والايه وكده. طيب دي كده الايه؟ التراكيه. بعد كده اتقسمت لي ليفت مين برونكس ورايت مين برونكس، راحت لي الليفت لانج والرايت لانج، الاثنين فيهم ايه؟ الاثنين فيهم اوبليك فيشر. طيب والرايت لانج فيها زياده مين؟ الايه؟ ترانزفيرس فيشر. بعد كده دي مين؟ الليفت كوستوفرينيك انجل، ودي رايت كوستوفرينيك انجل. تمام، بعد كده نبدا بمين؟ الهارت. الهارت بنحفظه بوردرز، يعني اول حاجه رايت بوردر ده بيبقى معمول برايت اتريم، وبعد كده فوق وبيبقى السوبر فينا كيفا، وتحته بيبقى الانفيرور فينا كيفا. طيب بعد كده عندنا مين؟ الليفت بوردر. الليفت بوردر من تحت ده الايبكس، بعد كده ده الليفت فنتريكل، وبعد كده ده الرايت فنتريكل، وبعد كده البلمونري ترانك، وبعد كده الاورتيك ارش. تمام، اما هو رسم لك البرانشات دي ما تبقاش ظاهره في الاكس راي العاديه اللي هي مش متحدده. طيب بعد كده في عندنا ده فريم، في عندنا رايت
كوبيلا بيبقى تحتها الليفر، وبيبقى في عندنا ليفت كوبيلا بيبقى تحتها الجاستريك اير بابل، ودي برضو ايه ليفت كوستو فرينج انجل ودي رايت كوستو فرينج انجل، والانجل دي مهمه جدا. طب الكومبارتمنت الرابع بيبقى ايه، بيبقى عباره عن العظم والحاجات دي، فاحنا مش هقول لك هنا فين، على المانوبيوم ستيرنوي. طيب بعد كده في حاجات تانية ممكن اقول لك على الكلافيكل، ممكن ايه تاني، ممكن اللي هو نفرق ازاي الرب الامامي من الرب الخلفي. الرب الخلفي بيبقى ماشي ايه، اللي هو اللي ورا بيبقى ماشي ايه ترانزفيرس، دول كده اللي انا بشاور عليهم، دول كده الايه الريبس الايه اللي ورا. طيب اللي قدام بيبقوا كده، بيبقوا ماشيين اوبليك كده، تمام. طيب دي كده الاكس راي الاولانيه. طيب الاكس راي دي بقى فيها يعني ايه شويه علامات زياده، بس هو نفس النظام ده، ايه ده شيست اكس راي. طيب الفيو ايه غالبا بوستر انتيرير. طيب ال ده الليفت وده الرايت. هنا بصوا عاملين لك العلامه، عاملين لك العلامه في الاكس راي، فخلاص يعني فخلاص يعني ايه الموضوع سهل. طيب نبدا اول حاجه بالكومبارتمنت بتاع الايرويز، نمشي كده مع علامات الايرويز كلها. اول حاجه دي احنا قلنا ان دي ايه، احنا قلنا ان دي تراكيه، تمام. طيب التراكيه دي فوق الاورتيك قرش بالظبط بيحصل لها، فوق الاورتيك قرش بالظبط بيحصل لها ايه بايفوركيشن، تمام. اسمها ايه تراكيه البايفوركيشن، ده كده الاورتيك قرش، هنقوله دلوقتي في البوردر بتاع ايه في الليفت بوردر، تمام. المهم ان دي تراكيه ايه ده، انا دي تراكيه، وبعد كده حصل لها ايه بايفوركيشن هنا في المستوى ده كده فوق الايه او عند كده بالظبط الاورتيك ارش، تمام. طيب بعد كده بقى ايه، بعد كده في عندنا العلامات التانية بتاعت الايروي ايه، احنا قلنا دي الرايت لانج ودي ايه الليفت لانج، بتبقى معموله بفيشر ومش عارف ايه، هو مش معلم على فيشرز هنا، هو معلم على ايه بقى، معلم على اعلى حته في اللانج، اعلى حته في اللانج دي اللي هي ايه الايبكس بتاعت اللانج، الايبكس بتاعت اللانج دي اعلى حته في اللانج، تمام. طيب بعد كده في ايه، بعد كده معلم على الكوستوفرينيك انجل زي ما قلنا. طيب معلم على ايه تاني، معلم على الحته اللي بتدخل منها كل الفيزلز بتاعت اللنج اسمها الهايلم، بتبقى باينه كده جنب الهارت، بتبقى باينه نغمشه كده جنب الهارت، تمام. دي بتبقى اسمها ايه، دي اسمها الهايلم او البالمون او الايه البالمونري ماركينج، اسمها برونكو فاسكولار ماركينج، اسمها بالمونري ماركينج، اسمها ايه اي حاجه، بس المهم ان هي بتبقى ايه، بتبقى نغمشه كده جنب الهارت، تمام. دي اسمها ايه، دي اسمها الهايلم او البالمار فاسكولار ماركينج او البرونكو فاسكولار ماركينج او البالماري ماركينج، المهم ان هي ايه دي الحته اللي بتدخل منها الفيزلز والتراكيه والحاجات دي كلها للليفت لانج وللرايت لانج، تمام. يبقى العلامات هي ايه، هم عندنا اربع علامات، طبعا احنا عندنا كمان ايه الكوستو فرينك انجل، ليفت كوستو فرينك انجل ورايت كوستو فرينك انجل، تمام كده. طيب يبقى علامات الاير واي تاني، عندنا اول حاجه تراكيه، بعد كده تراكيه البافركيشن اللي هي دي، وبعد كده في عندنا الهايلم، وبعد كده معلم كمان على الايبكس، ومعلم كمان على الليفت كوستو فرينك والايه والرايت كوستو فرينك. طيب بالنسبه بقى للهارت، بالنسبه لي الهارت هناخده بوردرز زي ما قلنا، ده كده مين، ده كده الرايت اتريوم، فوقه مين، فوقه السوبيريور فينا كيفا اللي هو ده كده، طيب وتحته مين، وتحته الانفيريور فينا كيفا، تمام. طيب بعد كده في عندنا ايه، بعد كده الليفت بوردر، الليفت بوردر بقى هتمشي ازاي، هتمشي من تحت اول حاجه خالص الايبكس، بس هنا مزود حاجه، مزود ان مش احنا قلنا ان الانجل اللي ما بين الريب وما بين الدايفرام اسمها كوستو فرينك انجل، الانجل اللي ما بين البوردر بتاع الهارت والدايفرام اسمها كارديو فرينك انجل، تمام. والكارديو فرينك انجل دي بتبقى فيه ليفت وفيه رايت، دي الرايت كارديو فرينك انجل، ودي دي الليفت كارديو فرينك انجل، ودي الرايت كارديو فرينك انجل، تمام. طيب بعد كده خلاص خلصنا، يبقى الايبكس بتبقى عامله ايه، ليفت يبقى هو مش مشاور على الايبكس، بس مشاور على الليفت كارديو فرينك انجل، تمام. دي كده الايه الليفت كارديو فرينك انجل. طيب بعد الليفت كارديو فرينك انجل بيبقى عندنا مين، الليفت فنتريكل. طيب بعد كده الليفت فنتريكل فوقه مين، فوقه الليفت اتريوم. طيب بعد الليفت اتريوم هتلاقي ايه بقى، هتلاقي حته مستويه كده، حته صغيره مستويه اللي هي بتبقى مش بتبقى باين قوي اللي هو بالمار ترانك، لكن الحته اللي بتبقى عاليه قوي وباينه دي بتبقى اسمها الاورتيك ارش، تمام. الاورتيك ارش اللي هي دي كده، تمام، اللي هي بتبقى حته كانها ايه، كانها مطب كده، ده اسمه ايه الاورتيك ارش. بعد كده تحته مين، بعده تحته تحته بالظبط البالمار ترانك. طيب وبعد كده تحته مين، تحته الليفت اتريا، بعد كده لا تحته الليفت فنتريكل، بعد كده كارديو فرينك ايه الكارديو الليفت كارديو فرينك انجل، تمام كده. خلصنا ايه العلامات بتاعه الهارت، وهنا برضو نفس الكلام دي رايت كارديو فرينك انجل، تمام. طيب طيب بعد كده هنوصل بقى لايه للموضوع بتاع الدايفرام ذات نفسه، الدايفرام اهو، تمام. الدايفرام بيبقى عامل كوستو فرينك انجل وبيبقى عامل كارديو فرينك انجل، الدايفرام تحته بيبقى ليفر، وتحته في الناحيه الليفت بيبقى ايه الجاستريك اير بابل، اهي جاز ان ستومك، هتلاقي ايه حاجات سودة، حاجه سودة صغيره بسيطه، حتى لو بسيطه بس دي ايه جاز ان ستومك، تمام. طيب ده كده بالنسبه لايه للدايفرام. طيب بالنسبه لحاجه ثانيه بقى اللي هو ايه البون. طيب البون هنا مشاور على ايه، في البون مشاور على
بص مشاور على الكلافيكل، تمام اهي دي كده كلافيكل باينه وواضحه، تمام. طيب مشاور على ايه تاني؟ مشاور على الفيرست ريب، يعني هو مشاور على الكلافيكل والفيرست ريب. طب احنا عارفين بنعرف ازاي اللي بر الريبس اللي ورا من الريبس اللي قدام؟ الريبس اللي قدام اللي ورا بتبقى ايه؟ بتبقى ترانزفيرز كده، بيبقى ترانزفيرز، لكن اللي قدام دي بتبقى نازله على تحت، اوبليك اوبليك اوبليك، تمام. فهو مشاور على اول ريب وبيقول ان ده الفيرست ريب، تمام ده كده، بس هو مشاور عليه الريبس اللي قدام، هو يعني هو مشاور على الريبس اللي قدام، تمام. هو مشاور على الريبس اللي قدام، والريبس اللي قدام ده بيكون ايه؟ اول ريب بيكون تحت الايه، هتلاقوه مايل كده، تمام، وتحت الكلافيكل، يعني في حته منه تحت الكلافيكل، تمام. يبقى هي دي كده كل العلامات اللي في الاكس راي. نرجع عليها كده بسرعه. اول حاجه عندنا دي تراكيه، وبعد كده في عندنا فوق الاورتيك قشر بالظبط، عملت ايه؟ عملت تراكيه البرفوركيشن، تمام. بعد كده في هنا ايه؟ في النغمشه اللي جنب الهورت دي اسمها ايه؟ الهايلم. بعد كده ده عندنا يمين الايبكس. بعد كده في عندنا الليفت كوستوفرينك انجل والرايت كوستوفرينك انجل، تمام. بعد كده الهارت، الهارت بنمسك اول حاجه ده رايت اتريوم، وبعد كده فوقه السوبر فينا كيفا، وبعد كده تحته الانفيرور فينا كيفا. طيب بعد كده في عندنا ايه؟ الليفت بوردر. بعد كده في عندنا الليفت بوردر، اول حاجه في عندنا كاردي فرينك انجل، الليفت كاردي فرينك انجل بتبقى معموله ما بين الايبكس وما بين الدايفريم. وبعد كده في عندنا الليفت فينتريكل، وبعد كده في عندنا الليفت اتريوم، وبعد كده في عندنا بالمال ترانك، والحته اللي عامله زي المطب دي اسمها الايه؟ الاورتيك ارش. طيب بعد كده في عندنا ايه؟ الدايفريم. الدايفريم في عندنا ده الليفت كوبلا او الليفت هيمي دايفريم، دي قصدي رايت، معلش، رايت كوبلا او حاجه اسمها رايت هيمي دايفريم، هي اسمها كوبلا او هيمي دايفريم، كوبولا، تمام، او اكتبوها هيمي دايفريم يعني نص الدايفريم، تمام. وبعد كده في عندنا ايه؟ الليفت هيمي دايفريم، تمام. بعد كده هنا تحته الليفر، بس هو مش مشاور عليه. هنا بقى ايه؟ الجاز ان ستومك، تمام. بعد كده نوصل البند البون، بقى نوصل البند البون، هو مشاور بس على الكلافيكل ومشاور على الفيرست تريب، تمام. في علامة سهلة جدا اللي هو مشاور لك على الهارت اصلا ذات نفسه في النص، وبيقول لك ده ايه؟ ده الهارت. في علامة برضو معلش انا نسيتها، بيقول لك ده ايه؟ مش هيقول لك على الفيرتبرا اللي ورا الهارت، تمام. دي المفروض سيرفايكال كده كده كده، تمام. بس احنا هنا في مستوى الثوراسيك، فدي ثوراسيك فيرتبرا، لكن دي سيرفايكال فيرتبرا، دي ثوراسيك فيرتبرا، تمام. عشان بعد كده بقى في الايه، في السلايد اللي بعدها هتلاقيه مشاور هنا كده، وبيقول لك ده ديسندنج اورتا، هو ابيض خالص، لكن لو شاور لك على اللي هي فيها حتت سمرة صغيرة، دي اسمها ايه؟ ثوراسيك فيرتبرا. طبعا الكلام ده كله تحسه ان هو صعب، بس ايه، محتاج ان حد يدقق ويتخيل. نبدأ نتكلم مثلا على الاكس راي دي. اول حاجة خالص دي تراكية، طيب دي كده التراكية. طيب بعد كده التراكية دي المفروض انها بتتقسم، يعني هو خيال جدا ان التراكية اهي، بصوا هتحسوا بقى ايه؟ لون خفيف خالص اسود، تمام. هتلاقي في هنا تراكيه برفوكيشن، وروح جايه مقسومه كده وكده، تمام تمام هو محتاج بس حد ايه يكبر الصوره ويدقق كده شويه، هيلاقيها، هيشوفها يعني، هيشوف، وخصوصا الليفت ايه؟ الليفت بين برونكاس، تمام. طيب بعد كده في ايه؟ بعد كده في عندنا ده الهايلم زي ما قلت لكم، او البلمونري ماركينج، تمام، او الفاسكولار هايلم، اي حاجه اللي هي النغمشه اللي بتبقى جنب الهارت دي، اللي هي ايه؟ الحاجات اللي بتبقى داخله اللنج، تمام. طيب بعد كده في عندنا ايه؟ بعد كده في عندنا ده الليفت كوستوفرينيك، وده الايه؟ رايت كوستوفرينيك انجل، تمام. في ايه تاني؟ مش مشاور على حاجه تاني في الـ في الـ في الـ في اللنج والايرويز، تمام. يبقى هو بس مشاور، حتى مش مشاور على التراكيه. وبعد كده التراكيه البرفوكيشن، تمام، اللي هي بتبقى عند الاورتيك نوب كده، او في مستوى هنا، مش فوق، مش فوق الاورتيك ارش، لا هنا في مستوى، يعني احنا برضو بنحاول ان احنا نشوف الهواء ذات نفسه، تمام. طيب وبعد كده ده مين؟ الليفت برونكس، تمام. وبعد كده في عندنا الايه؟ الليفت كوستوفرينيك والايه؟ والرايت كوستوفرينيك. ده بالنسبه لللنج والايه والايرويز. نبدا نتكلم عن مثلا الحاجات بتاعه الهارت. نتكلم عن الرايت بوردر، ده كده ايه؟ الرايت اتريوم. طيب الرايت اتريوم فوق السوبر فينا كيفا وانفيرور فينا كيفا، الحمد لله مش مشاره اي حاجه منهم. طيب الليفت بوردر بقى، الليفت بوردر في عندنا ايه؟ دي المفروض الايه؟ الكوستوفرينيك انجل، دي الكارديوفرينيك انجل، الليفت كارديوفرينيك انجل، تمام، برده مش باينه او مش مشاور عليها. بعد كده في عندنا الليفت فنتريك، بعد كده الليفت اتريوم برضو مش مشاور عليها، ولا مشاور على حتى البلمار ترانك، حتى ذات نفسه اللي هو البلمار ترانك ده، امال مشاور على ايه؟ مشاور بس على الحته اللي عامله زي المطب دي، اسمها الاورتيك ارش، او حاجه تانية اللي هي اسم تاني اورتيك نوب، اورتيك ايه؟ نوب او اورتيك ارش، تمام، اورتيك نوب او اورتيك ارش، دي اللي هي الحته اللي عامله زي المطب. طيب بعد كده في عندنا ايه؟ بعد كده في عندنا بقى الدايفريم، الحاجات بتاعته الدايفريم وكده. اول حاجه دي ايه؟ دي الليفت رايت هيمي دايفريم او رايت كوبلا، تمام، ودي الليفت هيمي دايفريم او الليفت كوبلا. الرايت بيبقى تحته الليفر، والليفت بيبقى تحته مين؟ الجاستريك اير بابل، اي حاجه سودا بتبقى هوا، تمام.
طيب بعد كده في عندنا ايه؟ بعد كده في عندنا بقى الحاجات بتاعت البون. الحاجات بتاعت البون هو مشاور على ايه؟ مشاور على الاسكابيلا. بصوا هتلاحظوا ان في مثلث كده ابيض، تمام؟ دي كده الاسكابيلا، تمام. طيب مشاور على ايه تاني؟ مشاور على ايه تاني في البون؟ مشاور على السباينال بروسيس، يعني هو دي كده ايه؟ سيرفايكال، السيرفايكال سباين، دي سيرفايكال فيرتبري. طب السيرفايكال فيرتبري دي فيها حته بيضه كده زياده شويه، الحته البيضه الزياده دي اسمها سباينال بروسيس. السباينال بروسيس ده اللي هو البروسيس اللي بيبقى نازل كده مدبب من الفقره، تمام. طيب بعد كده في عندنا ايه؟ في عندنا الريب. طيب بصوا بقى، الريب هو انا برضو مشاور على الريب اللي قدام ده كده، اللي هو انتيرو ريب، تمام. احنا قلنا الانتيرو بيبقوا نازلين اوبليك كده لتحت، تمام، لكن البوستيرو بيبقوا نازلين ازاي؟ بيبقوا نازلين ترانسفيرس، مش ترانسفيرس قوي يعني، بس مش بيبقوا نازلين لتحت، تمام، بيبقوا ماشيين كده، تمام كده. طيب بعد كده في عندنا ايه؟ بعد كده في عندنا هنا علامة زيادة. ايه العلامة الزيادة دي بقى؟ اللي هو ده كده، ده ايه؟ اي حاجة بيضة او اي حاجة سوفت بتبقى ايه؟ بتبقى بيضة شوية، او مية سوفت او مية، المهم انها مش هوا، تمام. فايه ده بقى؟ ده اسمه حاجة اسمها البريست شادو، تمام، البريست شادو، تمام. يبقى نراجع تاني كده بسرعة. اول حاجة دي تراكية، بعد التراكية في عندنا التراكية البرفيكيشن، وعندنا المين برونكس، بعد كده في عندنا الهايلم او الهاي او الايه، الفاسكولار هايلم، تمام. بعد كده في عندنا الحاجات اللي في الهارت، مش هقول لك على الرايت اتريوم، تمام، مش هقول لك في الليفت بوردر على ايه، مش هقول لك في الليفت بوردر على الاورتيك نوب بس، تمام. طيب في علامه مهمه بقى نسينا نقولها، مش الاورتيك نوب ده بينزل على ورا ويعمل الديسندنج اورتو؟ اه، يبقى ده كده الابيض قوي ده جنب الفيرتبرا ده ديسندنج اورتا، تمام. لكن لو شاور لك جنبه كده زي الصوره اللي فاتت، ده ايه؟ دي الايه؟ الثوراسيك فيرتبري. هتحسوا ان فيها يعني ايه حته سودة في النص، دي اللي هي الكارتليج. يعني بصوا لو كبرنا الصوره، مش بتكبر؟ ماشي، بصوا كده. هتحسوا ان في ايه؟ ان في حته سودة كده في النص. انا عايزاكم بصوا، تبصوا على الحته دي، تكبروا الصوره ايه وتبصوا عليها، تمام. لكن الابيض قوي ده ابيض جدا جدا لانه في دم، ماشي، ده اسمه ايه؟ descending aorta، تمام كده. طيب بعد كده في عندنا ايه؟ الرايت هيمي دايفريم، تمام، والليفت هيمي دايفريم. الرايت هيمي دايفريم تحته ليفر، والليفت هيمي دايفريم تحته جاستريك اير بابل، تمام. العظم اللي مشاور عليه اول حاجه العظمه المثلثه دي اسمها ايه؟ اسمها سكابيلا، تمام. وبعد كده في عندنا مين؟ الكلافيكل، مشاور كمان على الكلافيكل بس احنا ما خدناش بالنا، تمام. ومشاور كمان على مين؟ السباينال بروسيس، تمام. مشاور كمان على انتيرور ريب، تمام. طب هنا مش مشاور على اي حاجه، هنا راسم لك كده صوره. احنا ممكن نقول ان بس ايه، عايزاكوا بس شوفوا هنا فرق واضح جدا ما بين البوستيرو ريب اهو، لكن الانتيرو ريب اهو بيبقى ماشي اوبليك لتحت، تمام. طيب وطبعا ايه الرسمه دي؟ يعني برضو احنا قلنا ده رايت اتريوم سوبر فينا كيفا وانفير فينا كيفا، والليفت والليفت بوردر بيبقى معمول بايبكس، وبعد كده الليفت فنتريكل، بعد كده الليفت اتريوم، بعد كده الاورتيك ارش، والحاجات دي يعني الرسمه دي يعني مش بيسال عليها هنا، تمام. وهنا برضو في كلافيكل وكده، يعني ممكن يسألك على اي حاجة في البون. طيب الرسمة دي بقى، الرسمة دي برضو بيحاول ان هو هنا بقى بيحاول يفرق لك ما بين، هو هنا كده حتى بوستر انتيرور اهو زي ما قلنا، تمام، ان الفيو هنا بوستر انتيرور، تمام. طيب اللي بيحاول يفرق لك ما بين البوستر انتيرو فيو وما بين اللاترال فيو. طبعا احنا قلنا ان الانتيرو فيو بيبقى باين فيه عندنا الرايت بوردر وفي عندنا الليفت بوردر والكلام ده كله عارفينه، تمام. طيب المفروض ان الرايت فينتريكل بيبقى كده، يعني هو مش بيشارك في البوردرز خالص، تمام، بيبقى في النص. وطبعا شايفين البريست شادو واضح ازاي، تمام. طيب بعد كده بقى اللاترال، اللاترال بقى لو انا هبص من لاترال فيو، لو بص من لاترال فيو هشوف ازاي بقى. بصوا بقى، لو انا بص من لاتر فيو انا عندي اوبشنين، يا اما ان انا ابص من ليفت سايد، يا اما ابص من الرايت سايد. هو هنا بص من الليفت سايد، فعشان كده اول حاجه ظهر له هنا مين؟ الليفت فينتريكل. احنا قلنا ان الليفت بوردر مين اللي بيعمله؟ الليفت فينتريكل، وبعد كده الليفت اتريوم. بس الليفت اتريوم هتحسه انه حاود لورا شويه، ما احنا قلنا اصلا الليفت اتريوم معظمه ورا، تمام. فهتلاقي ايه؟ الليفت فينتريكل وبعد كده الليفت اتريوم، تمام. وبعد كده جنب الليفت فينتريكل بقى اللي هو في النص ده مين؟ الرايت فينتريكل، تمام، اللي هو ده كده رايت فينتريكل. لكن انت باصص من الليفت سايد، فالمفروض اللي قصادك بالظبط ده اللي هو الليفت فينتريكل، وبعد كده بقى ايه؟ رايت فينتريكل، تمام. طيب واللي جنبه بقى اللي هو تحسه حاول على قدام شويه، تمام، اللي هو بيفهم في اتجاهات، محتاج بس انت تتخيل اتجاهات الرسم، تمام، ده مين؟ ده الرايت فينتريكل، تمام. يعني هو نفس الفيو ده بس باصص من الليفت سايد. طيب
الرسمه دي بقى يعني هو مش حاطط لك بقى حاجه الحمد لله، هو من هنا مش ملون لك، لا هو هنا بقى بيقول لك اعتمد على نفسك، بس انت برضو محتاج ان انت تتخيل اكتر وتبص على الصور اكتر. طيب هو اول حاجه هتظهر لك هنا مين؟ اللي هو البوردر اللي انت باصص عليه ده اصلا، اللي هو الليفت فنتركل. تمام، يعني اول حاجه ظهر لك من فيو من الليفت ده كده الليفت فنتركل. تمام، طيب الليفت فنتركل ده بيبقى جنبه في النص، جنبه بيبقى مين؟ الرايت فنتركل. تمام، طيب بعد كده الرايت فنتركل ده المفروض ان هو بيدي ايه؟ بيدي بالمار ترانك. طب انا عرفت ازاي ان ده بالمار ترانك؟ بصوا حاجه مهمه جدا، بصوا شايفين الخرطوم اللي ماشي كده، في حاجه كده خيال، حاجه ماشيه كده، يعني هي الاكس راي كلها بتبقى خيالات. تمام، ففي خيال حاجه كده ماشيه كده. تمام، ده كده ده ايه؟ ده الاورتيك ارش. وتروح جاي قايل ان اول حته فيه اسمه الاسندنج اورتا، وبعد كده ده الاورتيك ارش، وبعد كده التاني حته فيه ده اسمه ايه؟ ديسندنج اورتا. تمام، طيب فلو هو شاور لك بقى حاجه فوق الرايت فنتركل يبقى ده مين؟ يبقى ده البلموناري ارتري. تمام، تمام كده. حتى البلمار ارتري بيكون فوق الايه؟ الرايت فنتريكل. تمام، البلمار ارتري بيكون فوق الرايت فنتريكل. تمام، هي رسمه واحده بس اللاترال اللي عندكم وسهله جدا. بصوا اول حاجه هتتكلموا عن ايه؟ انا باصص من الليفت بوردر، فاول حاجه اللي هي في النص اللي بتظهر لي اللي هي مين؟ الليفت فنتريكل. تمام، عشان هي دي اللي بتعمل ليفت بوردر او اغلبيه الليفت بوردر. تمام، وبعد كده في خرطوم كده كبير كده، ده اول حاجه، اول جزء فيه بيبقى سندنج، وبعد كده الاورتيك ارش، وبعد كده ديسندنج. طيب اللي قدام ده بيبقى الرايت فنتركل. تمام، وبيبقى بيصب في مين او اللي فوقه بالظبط؟ اللي هو البلموناري ارتري. تمام، طيب في عندنا بقى حاجه كده اسمها كارديو ثوراسيك ريشيو. الكارديو ثوراسيك ريشيو دي بتعرفني ايه او فايدتها ايه؟ يعني ايه كارديو ثوراسيك ريشيو؟ يعني نسبه الدايمتر بتاع الهارت لنسبه الدايمتر بتاع الثوركس. طيب انا بستفيد منها ايه؟ بستفيد منها بكون عايز اعرف هو الهارت ده كبير ولا صغير، يعني فيه كارديو ميجالي ولا مفيش كارديو ميجالي. طيب بعمل ايه؟ بجيب اول حاجه الدايمتر بتاع الثوركس كله، اللي هو سي ده اللي هو الدايمتر بتاع الثوركس. طيب الهارت ده اصلا شكل غير منتظم، فانا هجيب ازاي الدايمتر بتاعه؟ قال لك هتقسم الهارت بالنص. تمام، وبعد كده هتحسب من النص لايه؟ لاوسع حته على الشمال، ومن النص لاوسع حته على اليمين، فيتبقى يتعمل لنا رقمين A و B. تمام، البي دي اللي هي من النص لاوسع حته على الشمال، والاي دي اللي هي من النص لاوسع حته على اليمين، وبعد كده تجمعهم هما الاثنين ويبقى ده ايه؟ الدايمتر بتاع الهارت. تمام، وتقسمه على السي. المفروض ان الدايمتر بتاع الهارت يبقى نص الثوركس. تمام، لو بقى اكبر من نص الثوركس يبقى ده كارديوميجل، لو اقل من نص الثوركس يبقى الهارت صغير. تمام، يبقى بيقول لك نورمالي ان الترانزفيرز كاردياك لاين اللي هو رفلي كده هاف اوف الماكسيمال ويدز اوف الايه؟ الثوركس. يعني هو نورمالي ان هو يكون نص الثوركس. تمام، طيب الريشيو از كولد كارديو ثوراسيك ريشيو نورمالي ان هي بتكون 50%، وان الكارديو ثوراسيك ريشيو اكتر من 50% دي تقول لنا ان في كاردياك انلارجمنت. هي دي فايدتها. يعني انا اتمنى اكون فدتكم باي حاجه، وان شاء الله يعني الامتحان يكون سهل وواضح، وان شاء الله يعني تكون الاكس راي سهله بالنسبه لكم، وحاولوا بس ان انتوا تحاولوا تتخيلوا الخيالات دي، واللي هو ايه، توسعوا خيالكم كده شويه، وما تقلقوش يعني ان شاء الله خير، وبرده يعني ذاكروا الصور دي وركزوا عليها جامد، وان شاء الله يعني ما اخرجش براها. واتمنى ان اكون فدتكم باي حاجه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.